منتخبنا الوطني وكل يوم انا بتكلم في هذا الموضوع. انا بطلع مع حضراتكم تقريبا 4 ايام في الاسبوع. ال4 ايام اللي فاتوا او من بعد المباراه الاخيره شايف ان هناك نبره من التشاؤم تسود الشارع المصري، وهناك نبره من الكوميكس اللي بتهزر، اللي جمهور السوشيال ميديا بيهزر بيها على اللاعبين. طيب وبعدين ايه اللي هيحصل بعد كده؟ يعني حضرتك هتقعد تهزر، تمسك التليفون وتعمل كوميكس على اللاعبين، وتعملوا كوميكس ضد صلاح، وتعملوا كوميكس ضد فلان وضد علان وضد الترتان، لكن انا هتكلم تحديدا عن صلاح. انا هتكلم تحديدا عن صلاح، عن محمد صلاح، لانه النصيب الاكبر لمحمد صلاح خلال الفتره اللي فاتت كان ان هو يعني بيتكلم كلمتين عربي وكلمتين انجليزي في الانترفيو الاخير اللي عمله. بالمناسبه عادي جدا لما تتكلم كلمتين عربي وكلمتين انجليزي، ايه المشكله يعني؟ ايه اللي حصل؟ الناس كلنا جايين من تحت الارض وربنا كرمنا وتعلمنا ووصلنا ان احنا نعرف نتكلم انجليزي، انا او مش انا يعني اي حد في الدنيا كده. ايه المشكلة يعني لما يطلع يتكلم كلمتين؟ أنا الحقيقة في حاجات أنا ببقى فيها ضد محمد صلاح، ولكن ما يحدث الآن من هجمة غريبة جدا على المنتخب الوطني وعلى محمد صلاح خلال هذه الفترة، أعتقد إن هو شيء ممنهج، شيء ممنهج، حاجة غريبة جدا. فجأة تلاقي مجموعة كلام على الفيسبوك، مجموعة كده تلاقي مجموعة مع بعض دخلت اتكلمت، أصل صلاح بيتكلم كلمتين عربي وكلمتين إنجليزي، وطبعا بياخدوا في وراهم كام حد كده أو كام ألف حد يعني يتكلم برضه. وبالتالي إيه المشكلة؟ كلنا عمرنا ما حد، عمر فينا من وجهة نظر يعني عمر ما حد فينا بينسى أصله. إحنا كلنا جايين من تحت الأرض، وكلنا أو معظم الجيل اللي أنا بتكلم عنه ده أو الأجيال اللي موجودة دلوقتي، الناس كلها عارفة محمد صلاح جاي منين، الناس كلها عارفة أبو تريكة جاي منين، الناس كلها عارفة بركات جاي منين، الناس كلها عارفة وائل جمعة جاي منين، والناس كلها عارفة شادي محمد جاي منين، الناس كلها عارفة عصام الحضري جاي منين، الناس كلها عارفة محمود الخطيب جاي منين. إيه المشكلة لما يطلع راجل اتعلم وعرف ان هو يعني لما راح ايطاليا جاب مدرس ايطالي يتكلم معاه او يدرس له اللغه الايطاليه، ايه المشكله؟ جاب لما راح انجلترا جاب مدرس لغه انجليزيه عشان يعلمه اللغه الانجليزيه عشان يعرف يتعامل مع الناس. هو ده في عيب؟ هو لما يجي يقول كلمتين في النص كده هو ايه المشكله؟ انا دايما عايز اطور من نفسي، مش معنى التطوير ان انا اطلع اقول كلمتين انجليزي، ولكن مش معنى كده برضو ان انا اطلع اهاجم محمد صلاح بهذا الشكل. انا بتكلم عن وجهه نظري طبعا، انا كل واحد وله وجهه نظره، ومن حق اي حد يعمل وجهه نظر او يقول وجهه نظره اللي هو عايزها، ولكن هو ليه مره واحده 50-60 ألف داخلين ليه؟ حد يفهمها؟ اللي احنا نعرفه حتى لما الواحد بينزل صوره مثلا على تويتر ولا حاجه بتلاقي ايه الاعداد بتزيد، لايك لايك لايك، بتزيد ورا بعض كده واحده واحده، مش بتلاقي 50-60 ألف مره واحده داخلين يعملوا الكلام ده. هل ده له معنى؟ هل ده حمله ضد منتخبنا الوطني؟ هنفضل ورا منتخبنا الوطني، هنفضل واقفين دايما وراه، وهنفضل ندافع عن منتخبنا الوطني، هننتقد اسلوب اداء المدرب، وهننتقد اسلوب اداء بعض اللاعبين، هننتقد اسلوب اداء محمد صلاح جوه الملعب، ولكن ان تصل او الدرجه تصل ان احنا نتكلم بهذا الشكل واللجنه معينه داخله 50-60 ألف يخشوا وراهم 50-60 ألف، ايه يا جماعه ده منين؟ ازاي؟ انا مش فاهمها. الحاجات دي ممكن بتوع السوشيال ميديا يبقوا فاهمينها كويس جدا، الكلام اللي انا بتكلمه ده الناس اللي متخصصه في السوشيال ميديا بيبقوا عارفين الكلام ده كويس. مره واحده تلاقي حصل حاجه هنا وحصل حاجه هنا وحصل حاجه هنا. هنفضل ندافع عن محمد صلاح، هنفضل ندافع عن منتخبنا، عن كل عضو فيه او كل لاعب في منتخبنا الوطني، وهنفضل ندافع عن منتخبنا الوطني لحين ان شاء الله ما ربنا يكرمه وياخد هذه البطوله. ده شيء واجب علينا وشيء لازم نعمله، خصوصا اذا كنت شايف ان انا كلاعب عايز اطور من نفسي، اتعلم انجليزي واتعلم فرنساوي واتعلم، كلنا عايزين نتعلم الكلام ده. وبعدين واحد زي محمد صلاح ده يا جماعه لعيب عالمي، وبالتالي حواراته كلها بتبقى باللغه الانجليزيه، مفيش مانع طبعا ان هو يتكلم. ما هو رونالدو مثلا اللغه البرتغاليه هي لغته الاصليه، ولكن كل حواراته او معظم الحوارات اللي انا شفتها ليه بيطلع يتكلم باللغه الانجليزيه.
فالحقيقه خلينا نفكر بناحيه ايجابيه شويه يا جماعه، مش كل شويه نقعد نقطع ونخبط في لعيبتنا. عايز تنتقد الناحيه في الفنيا مفيش مشكله، اللي عايز يقول حاجه يقولها. بالمناسبه مفيش استوديو خرجنا من كان 2019 فيه بعد المباراه او قبل المباراه او اثناء الاسبوع اللي قبل المباراه او الثلاث اربع ايام اللي قبل المباراه الا وما بنقول السلبيات اللي موجوده في منتخبنا القومي. ده مقبول بالمناسبه، حضرتك كجمهور من حقك ومن حقك تقول اللي انت عايزه طبعا وتعمل كل حاجه، ولكن احترس، خد بالك انت بتتكلم عن منتخب بلدك، بتتكلم عن منتخب بلدك. لاعبين بيجي لهم احباط، انا امبارح قلت لحضراتكم ان المفروض زي ما اللعيبه دي بتطلع السماء عن طريق السوشيال ميديا محتاجه برضو ان هي تعرف ان ممكن جدا ان هي تنتقد، ولكن الحقيقه وانا مش من عادتي ان انا اعمل كده دايما، ولكن بخش اشوف تعليقات. انا مش من الناس اللي بتحب تقرا تعليقات كتير، لكن انا بقيت اخش اشوف تعليقات على المنتخب الوطني على تويتر تحديدا، تعليقات غريبة جدا وتعليقات محبطة جدا جدا، ونفسي افهم ليه. انا جبت 9 نقاط، الاداء سيء، الاداء سيء. حد فينا في اللي موجودين كان بيقول غير كده؟ اللي كانوا موجودين الفترة اللي فاتت يعني؟ اي حد من محللينا الكبار اللي بيبقوا موجودين معانا اول حاجة بيقولها ان احنا عندنا سلبيات. انتقد الناحية الفنية زي ما انت عايز، ولكن خلينا واقفين ورا رجالتنا، خلينا واقفين ورا لاعبتنا. كلمنا في موضوع عمرو وردة وخلاص زهقنا وتعبنا من هذا، من الموضوع في الكلام في هذا الموضوع. نغير بقى الموضوع وخلينا نركز في دور الـ16. الناس اللي بعتالي، انا قلت لحضراتكم ان انا ساعات ببص على، او معظم الوقت ببص على التعليقات اللي موجودة على صفحتنا، ناس تقول لي هو احنا داخلين حرب؟ لا، احنا داخلين حرب رياضية. هناك فارق. احنا داخلين داخلين حرب رياضية فيها مكسب وفيها خسارة، علينا ان نتقبل المكسب او نفرح بالمكسب ونتقبل الخسارة. هي دي كرة القدم بالمناسبة. ودايما انا هنا في قناة النادي الاهلي حتى في مباريات النادي الاهلي لما بكون مع حضراتكم بقول لكم كرة القدم فيها 3 نتائج، المكسب والتعادل والهزيمة. نفرح في المكسب ونشوف الهزيمة دي ايه سببها ونحاول نعالجه. جوارديولا ياما خسر مبارياته وياما خسر وياما شاف وخسر بطولات كتيره جدا جدا، كان يطلعوا يقول لك ايه. انا بيعجبني جدا جدا كلام المدربين الاجانب، بيطلع يقول كلمتين. يعني لما سالوه لما وصل مع مانشستر سيتي السنه دي في دوري ابطال اوروبا، قالوا له هتلعب قدام مش فاكر كان الفريق الاخر مين، قال لهم انا هعمل، انا عايز اكسب ونفسي اكسب وهعمل كل امكانياتي وهسخر كل امكانيات الفريق ان انا اكسب، ولكن لو اتغلبت هعمل ايه؟ الحياه هتمشي وهخش بعد كده ان انا افكر ان انا اخد البطوله القادمه. هي دي كره القدم يا جماعه بالمناسبه. لكن تقطيع تقطيع تقطيع، صلاح وحش صلاح وحش صلاح وحش، صلاح مش وحش. صلاح مش وحش، صلاح انسان محترم. صلاح بيتعرض لضغوط كبيره جدا جدا. واحد بيحب بلده وساهم في حاجات كتيرة جدا في البلد وفي قريته وعمره ما نسي أصله. أنا شخصيا بحب محمد صلاح، واحد خد شامبيونز ليج في أسبانيا ورجع من أسبانيا راح نجريج في بيته وقضى العيد، والناس هجمته لما راح عشان قال كلمتين، قال لك يا جماعة أنا عايز أروح أصلي العيد مش عارف أصلي العيد. فليه وليه بقى محمد صلاح يقول انا مش عارف اصلي العيد؟ وانقسم السوشيال ميديا ما بين مؤيد ومهاجم لمحمد صلاح. هو يا جماعه كل واحد من حقه يعيش، يرتاح، يعيش كويس. عايز اخلص الراجل هنا بطوله دوري ابطال افريقيا بطوله دوري ابطال اوروبا، متعودين على دوري ابطال افريقيا معلش، خد بطوله دوري ابطال اوروبا ورجع راح بلده وقعد مع ناسه مع اهله مع عيلته وعايز يصلي العيد. شخص طبيعي. الناس ما اتكلمتش على ان محمد جاي، التصرف ان هو جاي من هنا لهنا كان ممكن يروح افضل حته في العالم بالمناسبه، ولكن هو اصحابه واهله والناس وعايز ينزل يقعد معاهم في وسط الناس عادي مفيش مشكله، ولكن من حقه يعيش كشخص طبيعي، يروح يصلي، يروح عايز يصلي العيد يعني، ما عايز يصلي العيد الراجل. فالحقيقه انا شايف ان في اتجاه غريب جدا جدا، فمن فضل حضراتكم خدوا بالكم. بس انا ما علي الا ان انا احذر حضراتكم من بعض الهجمات
اللي بتبقى في طريق مش صح. طلع صلاح بره الموضوع، احنا بنتكلم عن منتخب بلد، منتخب بلد في مهمة قومية، في حرب رياضية، في حرب رياضية فيها مكسب وفيها لا قدر الله خسارة. مهمة بلاش حرب، مهمة كروية، ملحمة كروية. فنقف جنب منتخب، والجمهور اللي بيروح استاد القاهرة يشجع منتخب ويقف جنب منتخب. احنا مش مسافرين ورا المنتخب وهنجري ورا، لا بالعكس، في ارضنا. والبطوله دي الحمد لله الحمد لله بطوله رائعه وبطوله جميله جدا من الناحيه التنظيميه، وده كلام كل الناس اللي راحت الاستاد. انا ما روحتش الحقيقه حتى الان، ولكن كل الناس اللي راحت الاستاد مبسوطه جدا من النظام والشكل والجمهور والناس اللي قاعده والناس اللي بتشجع وكل حاجه. فعايزين نكمل الشكل العام لهذه البطوله ان شاء الله بفوز منتخبنا الوطني. فعايزين نقف ورا منتخبنا من اول محمد الشناوي حارس المرمى لغايه اللي خرج من القايمه جنش المصاب. ال 23 بقى اللي بينهم او ال 21 اللي باقيين اسم ما بينهم، دول لازم نقف وراهم خلال الفتره القادمه، لانه شيء هام جدا جدا جدا. عندنا مباراه صعبه بالمناسبه، عندنا مباراه صعبه لليوم.